بلاك شيرين، بلاك شيرين خلاص، وبيبقى اوفنسيف وايت هيرنت، ولو شلته يجيب دم بليد. ايه ده اين اسامه؟ A 25-year-old man presented with bilateral nasal obstruction of 7 years duration with difficulty of breathing of 6 month duration. Stop. راجل عنده 25 سنة جاي له bilateral nasal obstruction بقاله 7 سنين. نوش بقاله 7 سنين مسدودة على الناحيتين. مع difficulty of breathing بقاله 6 شهور. كمل. Examination of the nose showed bilateral nasal masses and the indirect laryngoscopy showed subglottic mass. Rhino laryngoscopy. Rhino laryngoscopy. هايلة شاطرة دي، ما حدش يغلط فيها، دي حالة نوز وشوك. الراينوسكليروما برايمري نيزل. الفارنكس والفارنكس واللاكريمال ساك سكندري. اعمل حسابك في كده. هو كده حمود. تمام؟ وبالتالي دي راينو لارينجو سكليروما. راينو لارينجو سكليروما، خلاص؟ دي سهلة جدا يا جماعة، بدأت راينو بقالها 7 سنين. نزلت لارينجو حتى لو ما قاليش سب جلوتيك. طب أنا عايز أقول لك قانون بقى. أي عيان نوز ولارينكس اعتبره سكليروما. كده على طول يا دكتور؟ لا يوجد ديزيز في الـ ENT يعمل نوز ولارينكس على مستوى سنة رابعة، يوجد على مستوى الدكتوراه. على مستوى سنة رابعة نوز ولارينكس غير الراينو لارينجوس كيلورو. هتقول لي يا دكتور طب ما كاتبين لنا اللوبس هنا وتيجي هنا ينفع؟ ممكن، بس ده مش موجود، يعني عمرها ما هيجي لك بروبلم سولفنج. هيجيب لك بروبلم سولفنج تيجي هنا وهنا، ده انا عمري ما شفته. هيجيب لك ساركويدوس هنا وهنا، ده انا عمري ما شفته. لكن اللي يجي ده كومن، تمام؟ راينو لارينجوس كيلوروما. خلاص؟ سؤال بيتسال شفوي، انا ليه يا ابني في كل حاله نوز بكشف على لارينكس وفي كل حاله لارينكس بكشف على النوز؟ اوكسكلود راينو لارينجو سكليروما. طب يا ابني واحد عنده راينو لارينجو سكليروما اخد بايوبس منين؟ راينو اسهل مش كده؟ تمام. بس على فكره ممكن الاستيج تكون هنا غير الاستيج اللي هنا، اعمل حسابك، لان الراينو سكليروما مور ذان ون ستيج. وبرده احقاقا للحق سؤال مره حب يغلس، هو حد سالني وهو اللي بينقصه في الكتاب، مفيش حد بينقص في الكتاب. طريقه تصحيح الاي تي وحشه. دكاتره الاي تي تصحيحهم التحرير وحش. الشفوي احسن ناس تدخل لهم، احسن ناس بلا منازع. وبتاخد الفول مارك شفوي. التحريري لا، ايده تقيله شويه في الدرجات. انا بروفيشنال في الكلام ده وعارف. لكن النقطه ان حاجه زي كده، يعني لما يكون موضوع زي كده رئيس اسم سابق حد يضرب حته في الكتاب، فقال له باثولوجي اوف لارينجو سكليروما. الله، دي مش مكتوبه في الكتاب، هي الراينو سكليروما. بس بدل ما هنا ميكوتينا جانكشن هنا سب جلوت. بس فبعد ما حط الامتحان فرحان قوي وخارج بيقول لي شفت بقى؟ طب ما هي النوز. انت فاهم؟ انت زعلان ليه؟ اكتبها هي بالنص. الولد الناصح يا احمد كتب هي. وتقريبا انا كنت قايل الكلمه دي العيال كلهم. لو جالك باثولوجي اوف لارينجو سكليروما هي الباثولوجي اوف راينو، بس بتزود عليها ان السكندري للراينو اللي مكتوبه. وبرضه تشخص بالميكرو اكسيز والروزا بوت. يلا جميل اسامه. A 50-year-old diabetic woman presented with bilateral nasal obstruction and blackish discharge of 2 weeks duration. بقاله اسبوعين بس، يا خبر ابيض، اسبوعين وعندها السكر bilateral obstruction blackish. بلاكش بالذات، بلاكش. كمل. Two days ago she developed facial swelling, pain and protrusion of her left eye associated with diminution of vision. وممكن يقول لك blindness مش diminution of vision بس. ايه ده؟ انا سمعت كلمه صح. ميوكورمايكوزيس. دايابيتيك. ثلاثة ديزيزز بيجوا في الدايابيتيك سوفيتي. اثنين اير واحد نوز. اثنين اير. بالجنا تايب ستيرنا فيتروسايتس واحد نوز ميوكورمايكوزيس النيومو كومبرومايز ديكشن معايا نيومو كومبرومايز واعمل بلايندنس معايا خلاص كده يا اولاد انا بسم الله ما شاء الله شايف مستوى حلو على فكره انا كنت قلقان على الدفعه دي فعلا كنت قلقان على الدفعه دي ولكن انا شايف بسم الله ما شاء الله في ناس بتجاوب صح معايا يبقى ده ديجنوز ميوكورمايكوزيس
sinusitis والمانجمنت بتاع الانفيس فانجل سينوسايز هوسبيتاليزيشن كنترول اوف دايابيتس اند فانجل اوسيما. A 30-year-old man presented with right nasal obstruction and discharge. Right bass. Examination revealed right nasal glistening polyp. He gave no history of sneezing or bleeding. Allergic nasal polyp. انا على فكره مبسوط منك انك قلت جلايوما علشان نصلح لان كتير منكم بتغلطوا الغلطه دي في الامتحان معايا زي ما انت غلطتي وقلتي وانترا فيستولا فالاخطاء دي احنا عايزين نغلطها مع بعض اللي عنده اي حاجه يقول مش مهم نغلط دلوقتي المهم ما نغلطش في الامتحان غلط يا خبر اسود مين اللي قال الكلام الفارغ ده اغلطوا وقولوا انجيوفايبروما على فكره انا مبسوط منك برضو يا جماعه الانتروكوينال بولي بتيجي عند اي ايتش ولكن هي كومن في الادلت مش لا الاولد ولا التشايلد لكن في اي ايتش لو قال لي يانج ايتش يعني مثلا لو قال لي الولد ده عنده 15 سنه والماس بينكش او ريدش وفي ايبستاكسس تبقى ايه؟ انجيوفايبروما ولد ما ينفعش بنت ده انتروكوينال بولي طب ليه قال لي مفيش سنيزنج ولا بليدنج؟ بليدنج علشان يلغي تيومر وسنيزنج علشان يلغي الالرجي يبقى ده انتروكوينال ديفرنشال دايجنوزيس اللي الالرجي فانجر ساينوسايتس تمام؟ ممكن حاجه تاني انفيرتد بابلوما بس مش هتبقى جلسي ولكن انفيرتد بابلوما تيجي في اتش اكبر شويه لكن ممكن تيجي انجيوفايبروما لو يانج ايج وعنده ميستاكسس وهكذا تمام؟ المانجمنت بتاع يا دكتور مسعد بطل ضحك دكتور حسام الدكتور حسام ده يا ولاد كنت بقول هو اللي معلمني الحقيقه والله احقاقا للحق من رافع راس مصر في برشلونه الله يكرمك اكتر نسبه حضور في القاعه ربنا يبارك لك يا مصر والله والله ما بهزر يا حسام لا 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 والله رافع راسنا في برشلونه جدا ربنا يبارك فيك يا حسام ربنا يكرمك ربنا يبارك فيك ايه؟ لا هو برشلونه بيعمل كوره يا بجد كانت نسبه الحضور عنده جامده جدا جدا لسه بقيه القاعات وجوه القاعات نكمل نكمل كويس كلمة جليسينينج تعني بولب، ليه جليسينينج؟ لأن الجسات مليانة مية، الميكوزا مليانة مية، فلما بنور فيها بتلمع معايا؟ والمانجمنت اندوسكوبك ساينس سيرجي، لو ريكرنت وده رير إن تقولها اللي هو بعمل لها ريكار أندر أوبريشن، تقول لي ريسنتلي لو ريكرنت بعملها اندوسكوبك برضه، الكلمة دي قلتها وقتها. الصورة دي لو جات لك في الامتحان جليسينينج أهي على فكرة الجلايوما مش جليسينينج، اللي جليسينينج المينينجوسيد لان اللي جواه سي اس اف لكن الجلايوما برين تيشو معايا ولكن برضه المينينجوسيد ده ايه؟ وتشايلد معايا كونشنتال فدي انتروكوينال بولن حتى راجع لورا اهي راجع لورا وبتلمع طبعا التربن بتبان حمراء حمراء يا احمد حمراء اما البولن جليسيني تمام؟ طيب A 30-year-old man diagnosed to have deviated septum, he underwent operation, but he noticed excessive crusty discharge with bleeding on removal of the crusts. العيان ده عنده 30 سنة اتشخص على انه حاجز انف هو بيحكيها لك قال لك حلها لك عنده انعوج بالحاجز الانف عمل عملية بعد العملية لاحظ ان في كراستي ديستشارج وبيبليد لما يشيل الكراست شطورة انت اسمك ايه قمر ايمان شطرة ايمان شطرة ايمان وهو بيعمل الحاجز الانفي
عور الميكوبريكوندريا من هنا وعور الميكوبريكوندريا من هنا، فتح الشرع على بعضيه، سبت البرفوريشن مش فاكرين ولا ايه؟ فجالها كراست معاه، السبت البرفوريشن يعمل كراستيشن. امتى تعمل؟ يبقى العمليه اللي اتعملت غالبا ايه؟ اسمار وعمل تير للميكوبريكوندريا. سهل يا اولاد؟ تمام؟ كويس انكم غلطتوا وقلتوا اتروفيك راينايتس. لا مش اتروفيك راينايتس، دي سيبتال بيركوليت. ايه علاقتها بالاتروفيك راينايتس؟ ملهاش علاقه. ممكن يكون عملت تربينكتوم. ايه؟ عملت تربينكتوم. وقال لي فيك سيبتا. هيعملوا تربينكتوم ليه؟ زي بالظبط العيال اللي عنده اللي هو شباك بتعمل له هيرنيا. براسكو حصلت السنه اللي فاتت. طفل كان داخل يعمل هرنيا، احنا وضعنا فابريش وعارف بقى طفل الممرضه دخلته كان داخل يعمل هرنيا، بدل ما دخله اوضه الجراحه، اوضه الجراحه جنبينا دخله في اوضه الاي ان تي. طبعا الاي ان تي مفيش تفاهم، الدور على اللواء. عملش هرنيا بس يعني المفروض الاهل يتبسطوا. الواد عمل اللواء يروح يشتكي ليه؟ يا جماعه فاهمين الحاله دي؟ اصلا اللي شرحت الموضوع ده فاهمينها؟ تمام. يبقى ده حاجز الانف اتخرم جاب كراستيشن. وات تايب اوف اوبريشن ده اس ام ار. وات مي بي هابند اللي هو تير في الميكوبريكوندريا من بوث سايدز. السبتا الكارتريج اهو، كان في ميكوبريكوندريا هنا وميكوبريكوندريا هنا. انت بتشيل الكارتريج في الاس ام ار، عورت هنا وعورت هنا، مبروك جرح قصاد جرح. فاكر؟ وريت لكم فيديو. المانجمنت بتاع الحاله دي ايه؟ اللي هي التريتمنت بتاع السته البرفوريشن. لا كل التريتمنت بقى تتقال. وسام. A 35 year old woman presented with right facial pain around the right eye. استنى عليا بالراحه عشان الحاله دي صعبه شويه. بقول لك ست عندها 35 سنه جايه برايت فيشيال بين وحوالين العين، تمام؟ قول. With the right nasal mucopurulent discharge and obstruction preceded by common cold. common cold and discharge. كمل. Examination showed discharge in the middle meatus with tenderness over the right cheek and around the right eye. Rhinosinusitis. أو سينوسايتس ماشي. ليه؟ كومان كول ميوكوبريال ديسشارج في شيربين وهيدن بس. ليه؟ ده ماكسيلري وفنويد وفرانكل ده اراوند ذا اي ده كله معايا؟ باين بس يونيلاترال ماشي. يبقى اذا ماكسيلري افنويدال فرانكل مش قال اراوند ذا اي والتندرنس اراوند ذا اي، واللي اكيد لك اكتر انها سينوسايتس انها افتر كومان كول. تمام يا ولاد؟ لو نزلت البرد بعد ثلاث ايام قلبت ومخاط اصفر او اخضر وتقيل مع هيدك لازم يبقى ساينوسايتس. ده قانون؟ اه قانون. تمام. طيب يبقى ده نوس رابر داينوس والمانجمنت بتاع الاكيوت ساينوسايتس. اكيوت لان دي بعد نزلت برد. الساينوسايتس ممكن تيجي يوني او باي، ممكن تبقى ايزوليتد ساينس او اكتر. ده مش شرط. نفترض عنده ديفيتد سيبتوم سيل هيجي في الكيتد ديفيجن الايه؟ ايه كومبليكيتد فايتس ميديا ده؟ ايه العلاقه بالموضوع؟ قولي مين اللي قال كومبليكيتد فايتس ميديا؟ يا جماعه اغلطوا وانا اصلح. انا عايز الغلطات تبقى هنا ملهاش علاقه بالكومبليكيشنز خالص. لا الفيبروبتوزس ده فيشيال بين وهيدن، ساينوسايتس عادية. ليه تقول كومبليكيشن؟ ولا قال ديمينيشن اوف فيجن ولا قال أي حاجة. كمل أسامة. A 7-year-old child presented to the emergency room with history of trauma to his face. على فكرة الحالة دي جت. ولد عنده 7 سنين جاي أوضة الحوادث اتخبط على وشه. He complained of bilateral nasal obstruction and anterior rhinoscopy showed bilateral fluctuant swelling. ما قالوش فلكتوانت وقتها الحقيقة. وإيه اللي هيحلها؟ ريدش سوفت سويلينج ان بوث سايدز اوف سيبتا. ما كانش عنده فراكشن، قال له كده بالنص، يبقى دي حالة إيه؟ سيبتا الهيماتوما. سيبتا الهيماتوما. سيبتا الهيماتوما ما فيهاش فراكشر نوز.
سيبتا الهيماتوم. اظن الكلام سهل معايا. اتفعص السيبتم نزف على ناحيتين ميوكوبريكوندريا صاب ميوكوبريكوندريا كده. دم دم معايا. ايه رايك في الصوره دي؟ على فكره انا براجع لكم امتحان الصور بالمره، الله اعلم هنديكم مراجعه صور اخر السنه ولا لا ان شاء الله ربنا يسهل. على فكره انتوا اللي بتطلبوا تمالي مش انا اللي بكبرها، لازم انتوا اللي بتطلبوا مش انا اللي بكبرها. ايوه اخر السنه مش انا اللي بكبرها، انتوا اللي بتطلبوا وانا بجيب. السنه اللي فاتت بعت حد مكان، السنه اللي قبلها انا اللي نزلت بنفسي، السنه اللي فاتت بعت حد مكان. بس انا اللي قلت لكم، قلت لكم الساعه كذا بالميعاد الفلاني وهو النهارده والسنه اللي فاتت. لا ليه ان شاء الله مش معاكم اندرو اللي لازم اجي. اندرو اللي رفض يقرا. ماشي. ايه الصوره دي يا اندرو؟ سبتا الهيماتوم. سبتا الهيماتوم. طب ليه مش سبتا الابسس؟ ما هي سبتا الابسس نفس المنظر. هي يعني الابسس بيبان اصفر، تخيل الابسس هيبان اصفر؟ لا علشان ايه عارف؟ في تروما اهي. لسه فريش. لا لسه فريش سبحان الله. يلا يا اسامه. يا اولاد اسمعوا اسامه لو سمحت. 35 year old woman presented with pain above her right eye with right nasal mucopurulent discharge and obstruction preceded by common cold. ثانية واحدة. 35 سنة. pain above the right eye مع mucopurulent nasal discharge من نفس الناحية. The pain starts in the morning and increases in the midday, then gradually decreases. Examination showed discharge in the middle meatus and deviation of septum to the right side with tenderness over the right side of forehead. يعني بعد الكومن كولد حصل له الفيشيال بين هنا اللي هو فاكيوم بريودك ولقيته في الاكزامينشن مع الديستشارج عنده كمان ديفيتد سيبتم على نفس الناحيه. اكيوت فرونتال ساينوسايتس. هي تمام. ده مو سوراب الدايجنوس. المانجمنت تريتمنت اوف ساينوسايتس العاديه وبعد ما يخف السيبتوم. السيبتوم السماره او سيبتوم بلاستيك. سهل الكلام. خلي بالك من التريكات البسيطه دي على فكره، هو بيبقى كاتبها علشان تقولها. جاب له فاكيوم هيديك اهو لما حصل نزله برد، يعني هو كان سايد نص نص، جاله كومان كولد سايد كومبليت، هيتكرر تاني لما يجي له برد. لا الفاكيوم هيديك ده سيمتوم انت هتقوليها في المبررات بتاعه الدايجنوزس، يعني اكيد فرانكل ساينوسايتس اد هيز هيديك از فاكيوم. بس انا بنبهكم تاني يا اولاد، سواء ماجستير او حتى اندر جراديويت ده لحياتك. يعني انا جاي لي وفد يوم الثلاث في العمليات يقعد معايا الناس اللي ساقطه ماجستير جايين يسالوني احنا سقطنا ليه؟ المرات اللي فاتت انت سقطت علشان البرزنتيشن بتاعك وحش، انت بتنجح شفوي تمام؟ بتسقط نظري. طب بتسقط نظري ليه؟ كذلك الطالب بياخد درجه وحشه نظري ليه؟ زي ما بيقولوا لي بيدوا درجات وحشه، بيدوا درجات وحشه، البرزنتيشن بتاعك في الورقه وحش. والكلام ده قلته مليون مره. انت هتكتب الدايجنوست في سطر اكيوت فرونتال ساينوسايتس بيزد اون او الايفيدنسز في السطر اللي بعديه نقطه نقطتين فوق بعض وسبيس واحد ذا هيديك از فاكيوم بين قوسين بيريودك. السطر اللي بعديه اثنين ديفيتد سيبتوم مي اوبستراكت ذا فرونتال ريسيس انت فاهم؟ والبين ثلاثه السطر اللي تحتيه البين على الفور هيد. ما تبقاش معفن قوي. ايوه انا بتضايق. سيبي دفتر الاجابه قد كده اهو. والله العظيم في امتحان اخر السنه اللي فاتت وانا بصلح الاي ان تي دفتر الاجابه قد كده اهو. الواد بيجاوب كل الاسئله في اول ورقتين لدرجه السؤال كان بوست سؤال رقم نمبر 1 ومجاوب وبعدين عامل لي كده اهو سؤال نمبر 2 يا معفن ما انت سايب الورقه برضه هتتبرع بيها لمين؟ مش عايزين ورقة. ايه؟ بريزنت يور سيلف يا جماعة.
وانا عارف اللي جايين من اليوم الثلاث، انا عارف خطوه وعارف ده سايد ليه وده سايد ليه، علشان برضه نفس الفكره، يا اما خط وحش يا اما مزنق. ليه؟ ريح المصحح يا اخي، حتى لو انت كاتب اجابه نص نص ومريحه في الخط والعرض بتاعك هيعديها لك. ما هو كده تمام. A 5-year-old child presented with edema and redness on his right eyelids that obstructed his eye. The condition was associated with fever, 39 degrees, and right nasal discharge. The mother gave a history of running nose and cough of her son. ولد جاله نزلة برد، بعد نزلة البرد عينه بدأت تورم وفي نزلة ستشارج. كومبليكيتد ساينوسايتس، اوربيتال كومبليكيشن ساينوسايتس، ما تدخلش نفسك في مشاكل. بص بقى، ده تشايلد بخمس سنين، أي تشايلد يجي له نزلة برد ونايت كراينج يبقى أكيوتوتايتس ميديا، طالما نايت كراينج أو إير إيك، تمام؟ أي تشايلد نزلة برد وجاله سترايدور يبقى acute laryngitis after common cold. أي child after common cold orbital swelling تبقى complicated sinusitis. قانون يا دكتور التلاتة دول؟ التلاتة child after common cold. Child after common cold. Night crying أو pain في الإير acute otitis media. Orbital swelling, orbital complication sinusitis. Stridor, laryngitis. Common is the common. تمام؟ كومان از ذا كوف. خلاص كده يا جماعه؟ الكلام ده قلته وانا بشرح ايه؟ لو جالك الصوره الجميله دي، على فكره الصوره دي جت في الامتحان قبل كده، هي لان دي مش صورتي، الصوره من عندك. تمام؟ ايديما في الابر ايليد ده عينه مره وقال له كان عنده نزله برد. صعب عليك في امتحان الصور تقول دي اوربيتال كومبليكيشن سينوسايتس وتقول اهم انفستيجيشن سيتي. يا جماعه بتاخد خمس درجات. الاي ان تي محتاج انك تكون مركز، تكون بي كونشس. لو بقيت كونشس وقاري حتى لو نص نص هتجيب امتياز، بس تكون كونشس معايا. ايه؟ امتحان الصور اخر السنه. يا ولاد انا تعبت معاكم اول مره. ساعة رئيس القسم دخل وقعد يقول لكم انا نزل الساعة 12، ما هي دي المرة اللي راحت مني. قعدت اشرح لكم. مش انا شرحت الكلام ده؟ هنقوله تاني، مش قضية. ده الفيرجن الأجنبي، ده الفيرجن المصري. تمام؟ قلت لكم الكلام ده، الواد اللي بياكل كله طعام اللي هو معانا اجانب ناس سوريين وفلسطينيين فبلاش نقعد وقفه. برضه كومبليكيت اوربيتال كومبليكيشن لساينوسايتس. علي صوتك يا اسامه. A 45-year-old man complained of long history of bilateral nasal obstruction and mucopurulent discharge. يعني ايه لونج هيستوري؟ يعني كرونيك. يعني ايه لونج هيستوري اوف اوبستراكشن وديسشارج؟ يعني كرونيك ساينوسايتس. كمل. 3 days ago, the patient developed common cold with fever, headache, and right facial pain. يا كل ده من 3 أيام بس. يعني هو طول عمره مستركر الاستشعار. 3 أيام جاله برد، ظهر له جديد. Followed by proptosis. Proptosis and diminution of vision in the right eye. Ophthalmologic consultation. Ophthalmologic consultation was done and fundus examination showed Engorged congested retinal phase. The right side. الحالة دي. Orbital complication. هو برضه orbital complication. بس علشان قال لي congested engorged retinal veins كفرنا السنة thrombosis. ولكن لو قلت orbital complication sinusitis تعدي. ولكن في حاجة هو كان chronic sinusitis. جاله common cold حصل acute exacerbation. والكومبليكيشن اون توب اوف اكيوت اكسسيرفيشن. خلي بالك بي كونشس.
تكتب ولكن والسعر خافض. Examination showed no nasal abnormality. Apart from enlarged edematous turbinate. Allergy. Allergy بتعمل إديمة في التربنت. No nasal abnormality apart from enlarged edematous turbinate. لا موجودة. يعني no abnormality apart from يعني عدم. فاهمين؟ يبقى دي allergic rhinitis. الallergic rhinitis سد المناخير ازاي؟ يا enlarge turbinate chronic hypertrophic rhinitis يا اوليفاي مش كده؟ دي enlarge turbinate. يبقى دي الallergic rhinitis العادية والمانجمنت انفستيجيشن وتريتمنت بتاع allergic rhinitis. ايه رأيك في الصورة الحلوة دي؟ هيثبتك لو دي جات لك في امتحان الصور يا دكتور اندرو ما تعرفهاش سيبتم وفي سبير. لا ما تقوليش allergic rhinitis. هو بيجيب لك الصوره دي ويشاور لك ويقول لك ايه ده ايه ده حاجات هايفه قوي الاصفر ده نيزل سيبتم اهو في سبير والتربنت اهي. تعرفوا يا اولاد السيبتم من التربنت ازاي؟ انا قلت الكلام ده قبل كده. السيبتم شار سيان ستريت او بيبقى يوجوالي شار، اما التربنت حنين الكيرف بتاعه بحنيه كده بيبقى شار. معايا؟ خلاص. ده الميزة الكابتي نفسه الاسود ده الهواء. دي الانفيرو تربنت طالما اول واحدة قابلتك. اه طبعا اللارجر. اه دكتور وليه في الكيس اللي فاتت ما قلتش عليها كومنت كول؟ ليه ما قلتش عليها ايه؟ كومنت كول. الكومنت كول ده هتعمل الترنيتنج اوبستراكشن يعني عمال الترنيتنج يعني بيبدلوا مع بعض وبيروحوا ييجي. الكومن كولد مش هيروح ويجي لكن الالرجي يروح ويجي علشان بيتعرض للالرجي. كل ما يتعرض للالرجي لو بقى لها ايام بسيطه طبعا الكومن كولد عادي، لكن طالما قالكوا الترنيتنج خلاص. وبعدين اصل الكومن كولد برضه وهاب بيتعرض للفيفر. ده انت مالي بقولها العيانين الفرق بين الكومن كولد والالرجي في الفيفر. كمان العين الحساسية يقول لك ايه؟ أنا بيجي لي نزلات برد كتير، لا يا حبيبي مش برد، ده كريست حساسية. أنت بيجي لك حرارة؟ لا، خلاص دي كريست حساسية. أسامة على صوتك. A 38-year-old woman presented with persistent bilateral nasal obstruction and bilateral nasal discharge, which is sometimes watery and mostly mucopurulent. Anterior rhinoscopy showed bilateral soft, mobile, smooth masses, polyps, which are glistening. Bilateral antroquinal. Glistening يعني polyp. Glistening كلمة سر في polyp. Uni ولا باي يا دكتور؟ Uni يبقى antroquinal. باي يبقى allergic. مويدا. لا ده انا اللي كاتبها ليكم. تمام؟ أنا اللي كاتبها ليه؟ طب لو ما قالش جليسين، استنى عليا، لو ما قالش جليسين ولا سوفت وموبايل، قال بايلاترال ليزر ماسس. الرايتوسكليروما. غلط بس هنا قال ووتري وميوكوبيرولا، ما تمشيش معايا؟ الرايتوسكليروما ما تعملش ووتري. خلاص؟
بس انا بقول لك مثلا لو بايلاترال نيزل ماس لكن تيجي ليسنينج يبقى بايلاترال كوليبال اللي هي الرجيك والمانجمنت انفستيجيشن وتريتمنت بتاع الالرجيك كوليبال. ايه رايك في الصوره دي؟ بذمتك يا دكتور اندرو لو جات لك صوره زي دي مش هتعرفها؟ تيجي ليسنينج اهي بتلمع واحده اهي واحده اهي واحده اهي واحده اهي واحده اهي وهكذا. كوليبال اكيد نازله من الاثمويد علشان هملتبل ليه؟ لا وطريق علشان هالرجي تقلب ميوكو بيرولانت لما يبقى في سكندري انفكشن لان قفلت الاوسيا بتاع الساينس. يا دكتوره ايه بليز خليك معايا. اسامه انت تعبت النهارده معلش علشان يا ابني مفيش رجاله غيرك. A 60-year-old man presented with right nasal obstruction and offensive nasal discharge, which is sometimes bloody. استنى عليا، راجل 60 سنة عنده right obstruction, offensive discharge. الـ offensive discharge ده تعني لي حاجة، وأحيانًا يجيب دم. Anterior rhinoscopy showed right nasal masses which are reddish. Mass which is reddish, irregular and attached to the lateral wall. It bleeds in Dutch. Tumor of the nose most probably malignant. طبعا tumors of the nose most probably malignant. It bleeds in Dutch. Mass. معايا؟ واللاترال وول اوف ذا نوز ما هي كل التيومرز بتيجي من اللاترال وول زي ما اتفقنا. معايا؟ وبالتالي دي most probably malignant. Management investigation of treatment of malignant tumor of the nose. مالك ده انا قلت نص ربع مالك فين الشيخ ده مرسوم على شنو هو الديفرنشال ديجنوستيك فيرت بابلوم ده ديفرنشال ديجنوستيك لكن طالما قال 60 سنه لا كبير شويه ولكن تيجي فيرت بابلوم طالما قال بليد زون تاتش لا تمشي كانسر معايا نيكروزس في التيب اوف ذا تيوب وده على فكره بيحبذ انها كانسر اكثر. الحالة دي اللي جات أول راوند 2006 وأول راوند 2007 أول امتحان اتحط بروبلم سولف. كمل علي سؤال. A 63-year-old man presented to the emergency room with severe bleeding from the nose. The condition was repeated three times in the last 10 days. Examination showed both nasal cavities were filled with blood. On aspiration of blood, no abnormalities were detected. The patient gave no history of trauma or bleeding disorder. No history of trauma, يعني ما فيش تروما. خلاص. لغيت التروماتيك كوز. Bleeding disorder ما عندوش لا بربرا ولا ثرومبوسيتوبينيا ولا بتاع. تمام؟ لما شفط الدم ما لقاش كوز، يعني ما فيش لوكال كوز اصلا. ايه الكومن سكوز اوف ستاكس الاولد ايج؟ 63 سنه 63 سنه لو تشايلد ايديوباتيك لما كويس انا مبسوط انها غيرت لما كويس يا شيخ حتى لو راجل عجوز الكلام اللي انا بقوله تمام؟ ليه؟ 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 بص يا اولاد يبقى اذا كومن سكورس اوف سكس اوف ايج هايبر تنشن وهو لا غالب قال لك لا هيستري اوف تروما ولا بليد ولا لوكال كوز خلاص يبقى اولد ايج تمام؟ وتكرر ثلاث مرات خلال 10 ايام اللي فاتت يبقى اذا البوست رابل دايجنوس هايبرتنشن تمام الاستاكس ديوتو هايبرتنشن المانجمنت بتاع الاستاكس بتاع الاستاكس غالبا كنترول بليدنج اللي هو السي والكنترول الهايبرتنشن تريتمنت اوف هايبرتنشن. A 7-year-old boy presented with mild bleeding from his right side of the nose. He gave no history of trauma, previous nasal obstruction or discharge. The condition was recurrent and precipitated with blowing of the nose.
Examination showed no nasal abnormality apart from congested anterior part of the right side of the nasal septum. ايه دي يا دكتورة اسماء؟ شطورة يا اسماء. الكومن استوكوز في الستاكسس يا احمد يا احمد الستاكسس اللي هو بيبان احمر تمام ايديوباثيك في تشيلدرن وان ادلت وان الدر لكن لو جالك اولد ايج وعنده اوبستاكسس ما تقولش ايديوباثيك لو جالك سؤال اس كيو قال لك ايه الكومن استوكوز في الستاكسس كله ايديوباثيك ايه الكومن استوكوز في تشيلدرن ايديوباثيك لو قال لك ايه الكومن ان الدرلي قولي له هايبرتنشن يبقى ده طالما تشايلد يا جماعه يا واد ما تتكلمش بقى اسكت بقى طالما ده تشايلد وعنده ميستاكسس وعنده كونجستد ليتلز اريا انت ريفير بارت اوف نيزل سيتوم انت ريفير بارت اوف نيزل سيتوم خلاص بقول لك ايديوباثيك المانجمنت اللي هو العادي بتاع الايديوباثيك كوترايزيشن تمام لو ما وقفش بالكوتري والشروط اللي انا قلتها يبقى باقي بس كلام سهل قوي كلام فارغ احنا دايما خلصنا الموز قول يا احمد اسامه اسكتوا بقى الاسئله عايزه ايه How to reach اللي هي الهيستوري والإكزامينيشن والإنفستيجيشن. How to deal with the patient with the mistakes. شرحناها الصبح. مش احنا قلنا الكلام ده الصبح. إزاي توصل للسبب. تاخد الهيستوري، تعمل إكزامينيشن، تعمل إنفستيجيشن. تمام؟ اللي هي الـ A assessment. سهل الكلام؟ لا مش طويلة، طويلة ليه؟ ده نص صفحة. How to reach دي نص صفحة. أسامة علي صوتك علشان تداري على الغلوشة بتاعتك. A 28-year-old woman complained of long history of recurrent bilateral facial pain and nasal discharge. يعني عندها إيه رومان دي؟ Chronic sinusitis. Facial pain and discharge. بقالها long history يبقى chronic sinusitis. The doctor advised her to do endoscopic sinus surgery and عملت الاندوسكوبك sinus surgery. And after that. After the operation, the patient felt well, but she complained of left watery nasal discharge. أنا وجع الوش والصداع راح يا دكتور. بس في مية لازقة بالمناخير بس. يبقى دي إيه؟ CSF primary. المانجمنت انفستيجيشن وتريتمنت بتاع CSF primary. كلام سهل قوي. السؤال ده اللي إحنا قلناه. واحد عنده 22 سنة خد بلو للفيس تمام؟ في مارك ديفورميتي. كل السيمبتومز والساينس لو البيشنت جالي افتر 3 اورز افتر 3 دايز افتر 3 مانس هتمسك السيمبتوم هتمسك الساينس هتمسك التريتمنت اظن ده قلناه ماشي السؤال ده اتكرر كتير قوي فراكشر نوز هنا بقى انا وريتك السي تي ده في ساينسايتس بص العينه دي عندها ايه؟ السي تي ده في ايه؟ تيومر وعمل ايه؟ تيومر وقفل وعمل ساينوسايتس هو كان انفيرتد بابلوم بس مش لازم تقول انفيرتد بابلوم تيومر وقفل وعمل ساينوسايتس لان دي لون ودي لون طب دي نفس اللون بتاع دي يبقى دي انتروكوينال بوليب شطوره طب لو الاوباست هنا باس وده سليم ساينوسايتس معايا شطار انا كده خلصت يا اولاد اعتقد ان انا ساعه بقى ساعه يعني عملت اللي عليا من حته النوز